المحتوى، المحتوى يدل على المستوى. مثلا شفت فيديو، الفيديوهات هذه لما يديروا هذا، هذو اللي بلانا ربي بهم، المحتوى تاع الفيديو ينبئك عن ماذا؟ قل لي تشوف، ينبئك، ينبئك عن المستوى. هنا تعرف هذا اللي دار الفيديو المستوى نتاعو، القيمة نتاعو واش يسوى. دوك يجي واحد رجل فاضل كيما هذا يدير فيديو يهضر على عقيدة التوحيد ويهضر على الاتباع، ولا يحذر من الأخلاق الشينة والأخلاق الغير طيبة، ويحث الشباب على أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، هذا حاجة قيمة كبيرة، هذه حاجة ما شاء الله ينشر الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر من الشر والوقوع فيه. لكن فيديوهات ساقطة، خامجة خامجة خامجة، فيديوهات خامجة ساقطة، هذاك الفيديو، هذاك المحتوى نتاعو على ما راه مركب، واش ينبئك؟ يخبرك على المستوى. شوفوا هذا تاع التواصل، ليل ونهار صدعونا صدعونا، القيد ارقد، القيد ارقد، القيد ارقد، القيد ارقد، انت تاع قيد، انت داك تسمع لي، انت اه ما نهضرش عليهم، محتوى مستوى، انت ماهيش تاع قيد، ما عندك حتى، ما كاش، والاخر لاصق والاخر قال له، هذا خماج، والخماج لا يليق بامثال هذه الوجوه الطيبه. انتم ناس طيبين، انتم تاع قران وتاع مجالس وتاع هذه المستويات لا تليق بكم. نشري لها النجمه ونشري لها الكوكب ونشري لها المريخ، السقاطه هذه، الخماج الذي ينشرونه من خلال التواصل هذا الاجتماعي، هذا تيري ولي وزحلاقة وزحليقة، مستويات سافلة، مستويات كركر في الأرض. قلت لك قبيلة أعطيتك كلمة مش عارف لقيتها ولا لا، المستوى، المحتوى ينبئ عن المستوى. بك يقعد عالم، عالم كبير كالشيخ الفوزان أطال الله في عمره، يقعد شيخ كبير، ولا شيخ العباد ربي يحفظه ويطيل في عمره، كي يقعد يتكلم غير 10 دقائق خلاص، محتوى ومستوى يليق بنا. احنا اللي حل تعبان لما يقعد شيخ من امثال هؤلاء، كاين محتوى وكاين مستوى فننتفع. بصح هذا الخماج هذا واش نديروا به احنا؟ انسى المتبرجات يعرضن الزينه نتاعهم وكشفت عن زينتها ودير فيديو وتنشر وتبارطاجي. احنا ما نا في حاجه الى الخماج، احنا نحوسوا حاجه فيها تقربنا الى الله، كي يقعد شيخ من المشايخ، عالم من العلماء، ها، في التفسير ولا في الأصول ولا في العقيدة ولا في السيرة ولا في الفرائض ولا في اللغة ولا في الحديث ولا في السيرة النبوية، يرفد لنا ذاك الشيخ، يرفد لنا المستوى نتاعنا ويطلعنا، يطلعنا فننتفع. لكن هذا اللي راهم يبارطاجيوه الناس اليوم في هذا التواصل هذا، واش نديروا به احنا؟ هاكتو كيما دوك الجامع ما كانش بلاصة الناس وين تقعد، لازمنا دوك نحلوا السده. اما الملاعب الان، الملاعب راهي فارغه، وحتى القائمون على الملاعب راهم يقولوا علاش الشعب ماهوش يجي للصطاد، والتيكيات اللي رانا نطبعوهم التذاكر ماهمش يتباعوا، والجوامع تشوف ما لقيناش، شوف شعل الضوء فوق، حل السده باش يطلعوا الناس، ما كانش مكان يقعدوا يستمعون الذكرى. مازال ما فهمتش، مازال ما فهمتش.
دناو دناو شويه باش باش يلقاو الجماعه يصلوا العشاء. هاو ما كانش البلاص، ما كانش مكان. اما الملاعب راهي فارغه، الجماهير ما نعرفوش اصابها، انها لا تذهب الى الملاعب، وما هيش تسب الدين وما هيش تقول كلام الفاحش، وما هيش تنفق المال نتاعها تنتقل من مكان الى مكان ويباتوا ليلتين وثلث ليالي في الطريق. ذهبوا ليجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. بعد بعد زيد احشر شويه وما كانش المكان. المحتوى والمستوى، ان شاء الله انا اطلب منك ارجوك الا تنسى هذه الكلمه. منين ما تشوف محتوى، هذاك المحتوى يخبرك عن ماذا؟ عن المستوى. اللي بارطاجينا المراه عريانه وتشطح، قل له هذا محتوى وهذا مستواك. في الحضيض الاسفل راك تتكركر، وذاك اللي يجيب لنا قالنا الزنده وما الزنده ويدير لنا هكذا وندير لك وكذا، انت في وسط الرجال لا تساوي شيئا. باللاعه نتاعك ولا بالبرا نتاعك ولا بالخطا والشراب نتاعك، انت في وسط الرجال ما تتحسبش، والله ما يديروك في قائمة الرجال لأنك لا شيء. وعمرها الرجولة لا كانت في سبان الدين والطياح والخمر والفسوق، ليست رجولة. الرجل الذي يخشى الله ويتقه رجل، ذاك هو الرجل. الذي يطيع الله في الأمر والنهي رجل. الذي يغار على عرضه وأهله راجل، هذا هو الرجل. ما تجي التواصل ما تقولش باللي الشعب الجزائري فيه ناس محافظين وناس يحشموا وناس يخافوا ربي، كاين بنات أصل وكاين ولاد أصل. الكلام الفاحش وتوزع هذا الكلام ويتبرطج في مجتمعنا تحشمش، تقولش كاين آباء وكاين أمهات وكاين كذا. واش تظن انت باللي الناس كل كيف كيف يرضاو بالخماج وبالفسق ويرضاو بالصور نتاع الخلاعه والصور نتاع الدياثه الناس كل ترضى بها؟ لا 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 لا، كاين ناس غيورين على عرضهم، وكاين ناس مربين على الحياه والدين والخلق. سبحان الله، ديروا الناس كل في شكاره واحده وتدفع وتمد وتنشر، لا يستوون. شوف نكملوا الحديث نوض نصليه.